زميل ايام التسعينات. فعلا احنا ابتدينا في بدايات التسعينات كحلقات نقاش صغيره، كان عندنا اختلاف مع اليسار اللي كان موجود وقتها اللي هو حزب التجمع والحزب الشيوعي، على اساس ان هم كانوا عمليا متحالفين مع نظام مبارك بحجه خطر الاسلاميين. احنا كنا شايفين انه ضروري بناء حركه اشتراكيه مستقله تماما. طبعا التسعينات ما كانتش سهله، التسعينات كانت يمكن من اصعب العقوب، لانه نمره واحد الاتحاد السوفيتي كان انهار، واغلب تصورات الناس عن الاشتراكيه كانت مرتبطه بالاتحاد السوفيتي. احنا كانت رؤيتنا انه الاتحاد السوفيتي ده كان شكل من اشكال عصبيه الدوله، وبالتالي انهياره لا يعني انهيار مشروع الاشتراكيه، بس طبعا كان في تاثير جامد سلبي على تقبل الافكار الاشتراكيه. نمره اثنين كان حسني مبارك ابتدى المشروع الليبراليه الجديده بجد في بدايه التسعينات، وكان في هجوم وحشي على العمال، تصفيه العمال بالمعاش المبكر مختلف الاساليب. نمره ثلاثه كانت القضيه الفلسطينيه ابتدت تتحلل بسبب استسلام ياسر عرفات ومنظمه التحرير في مدريد وبعدين اوسلو بعد كده، فكان في حاله من العضو. نمره اربعه كان في هيمنه لافكار الاسلاميين في قطاعات الشباب، في قطاعات المهنيين، وبعض حتى قطاعات الطبقه العامه، فكان عقد صعب في بناء حركه اشتراكيه. بس احنا كنا متاكدين من افكارنا، متاكدين اولا انه الليبراليه الجديده هتثقر الجماهير ومش هتحل الازمات الاقتصاديه، انها هتؤدي الى ظهور طبقه من كبار رجال الاعمال الاغنياء من ناحيه، وافقار جماهير من الناحيه الثانيه. كنا متأكدين إن أوسلو، مشروع أوسلو هيفشل ولن يحقق، مشروع الدولتين لن يحقق تحرر لفلسطين. كنا متأكدين إنه الاستبداد المستمر لنظام مبارك من خلال أمن الدولة والأجهزة الأمنية الأخرى في النهاية هيفجر ثورة. طبعا خدت وقت طويل الثورة دي عشان تحصل. أنا كنت فاكر في التسعينات كان كل ما يسقط الدكتاتور يبقى الشعار بتاعنا على الجريده بتاعتنا سقط منبوته متى يسقط مبارك، وبعدين بعد كام سنه سقط سهرته متى يسقط مبارك، وده قاعد على قلبنا ما بيتحركش. بس في النهايه احنا تفكيرنا كله كان التحضير لثوره احنا عارفين انها جايه، مش عارفين انها جايه كده بنخمن او عندنا تنبأ، لا، عارفين انها جايه لظروف موضوعيه كانت موجوده قدامنا. وفعلا حصلت الثوره، وفعلا سقط مبارك، بس دوله مبارك لم تسقط. وهنا المشكله او الازمه اللي بتواجهنا النهارده سياسيا، انه رموز النظام السابق سقطت بالفعل، انما الدوله، مؤسسات النظام السابق ما زالت تعمل كما هي. رجال الاعمال اللي كان بيمثلهم مبارك، كبار رجال الاعمال، بتكلم على المليارديرات اللي بيسيطروا على جزء كبير من ثروات البلاد، ما زالوا بيتملكوا نفس الثروات دي هي، وما زال مشاريعهم وشركاتهم موجوده كما هي. مؤسسه الجيش، المؤسسه العسكريه، غير شويه جنرالات من فوق، بس المؤسسه نفسها بمصالحها، بامبراطوريتها الاقتصاديه، بسطوتها، مش بس فضلت زي ما هي، لا، ده زاد تاكيدها من خلال الدستور اللي بيدي صلاحيات استثنائيه للجيش، سواء في استمرار المحاكم العسكريه للمدنيين، او في عدم مناقشه ميزانيه الجيش، زي ما الجيش بتفضل سر علينا كلنا، مع ان احنا اللي دافعين فلوسها، الشعب هو اللي دافع الفلوس دي.
نمرة ثلاثة المجلس اسمه ايه؟ المجلس الوطني، مجلس الدفاع الوطني، وهو ده المجلس اللي بياخد القرارات الاستراتيجية اللي تتعلق بالأمن القومي، أغلبه جنرالات. دي خيانة الإخوان للثورة المصرية. يعني الإخوان وصلوا من خلال الثورة المصرية إلى السلطة، ثم خانوها بالكامل. خانوها بأنهم حافظوا على دولة مبارك كما هي، حافظوا على الجيش كما هو، حافظوا على وزارة الداخلية كما هي. حتى الخناقة اللي موجودة في القضاء، في واقع الأمر خناقة ما بين قضاة فلول وقضاة إخوان. ما فيش قضاة، يعني قليل قوي قوي لما تلاقي قضاة ثوريين، بحكم طبيعة القضاء نفسه وارتباطه بمصالح كبار رجال الأعمال. طيب، يعني احنا نعتبر في منتصف الطريق. من ناحية الجماهير ما زالت بتتحرك، زي ما زميل قال شهر مارس مش بس كان فيه 1300 احتجاج، ده أكبر عدد احتجاج في أي بلد في العالم في شهر واحد. احنا بنتكلم على شعب مش هدي وسكت، احنا بنتكلم على شعب في حالة ثورة حقيقية. لسه دلوقتي الزميل واحد وريلي خبر انه عمال المترو هددوا انهم يعملوا اضراب لو ما تمش الغاء الاحكام العسكريه دي اللي هي اللي ضغط على عمال سكه حديد. فالجيش شال التعبئه، قرار التعبئه، لغى قرار التعبئه خوفا من اضراب عمال المترو. العمال، يعني احنا كشركين طول الوقت بنتكلم على العمال. ليه بنتكلم على العمال؟ زملاء شرحوا ده، بس العمال هم اللي عندهم قدره على شل النظام. تخيلوا لو عمال المواني وعمال المطارات والسكة الحديد والمترو أضربوا في نفس الوقت، النظام هيشتغل ازاي؟ تخيلوا لو عمال الكهرباء أضربوا، لو عمال المصانع وقفت، لو عمال كل عمال النقل مع بعض أضربوا، النقل العام مع السكة الحديد وغيره، ايه اللي هيحصل؟ ده اللي خايفين منه. عشان كده الجيش، حتى الجيش اضطر يتراجع النهارده، وده اللي بيدي أمل في الثورة المصرية. الإخوان متبنيين نفس سياسات مبارك، بل بيعمقوا منها على المستوى الاقتصادي، سياسات رأسمالية ليبرالية جديدة عنيفة، وهيرفضوا الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشروط كارثية، بشروط هتأثر على فقراء مصر تأثير عنيف جدا. احنا قدام مخاطر حقيقية، وعشان كده توقيتات الهجوم على المسيحيين من ناحيه، الهجوم على النساء في حته من ناحيه، محاولات الثوره المضاده دي تفتيت الناس بقوا مركزين عليه. زي ما في ثوره وثوار، في ثوره مضاده وناس بتشتغل ضد الثوره، لانه لازم نشوف مساله المصالح. مين من مصلحته استمرار الثوره ونجاح الثوره ووصول الثوره للاخر، ومين من مصلحته ان الثوره تقف؟ نمره واحد من مصلحته ان الثوره تقف طبعا كبار رجال الاعمال، يعني اكيد مخنوقين بشكل رهيب من الاضرابات، بيشتكوا من الشرطه والجيش انهم ما بيتحركوش كفايه، بيحاولوا يعملوا هم اضرابات مضاده انهم يقفلوا مصانعهم عشان يجبروا عشان يطردوا العمال، عشان يعاقبوا العمال. طبقة كبار رجال الأعمال اللي هم كونوا ثرواتهم في عصر مبارك، واللي هم للأسف لسه معانا لغاية دلوقتي، ليهم مصلحة في الثورة المضادة. طبعا المؤسسة العسكرية ليها مصلحة كبيرة في إنه الثورة تقف، ليها مصلحة كبيرة إنه النظام يبقى كما هو. تخيلوا أنتوا مؤسسة متحكمة في أكثر من 20% من الاقتصاد، جزء كبير من الاقتصاد محدش عارف بالظبط حتى هو قد ايه. تخيلوا ارتباط مصالحهم، مصالح جنرالات الجيش، بطبقه كبار رجال الاعمال، يعني هم جزء من نفس الطبقه. اي استمرار للثوره هيعني تهديد المصالح دي، وده سواء بالنسبه للجيش كمؤسسه، او الشرطه كمؤسسه، او المخابرات كمؤسسه. كل المؤسسات دي بتعمل نهار ليلا نهارا لاسقاط الثوره. وفكره انه وعشان كده، يعني من في رايي انا، من اكبر الاخطاء اللي حصلت محاوله الوقوف ضد الاخوان مع الفلول،
يعني محاولات بعض الليبراليين وبعض مدعيين الثورة انهم يقفوا مع الفلول مع رجال النظام القديم عشان يسقطوا الاخوان. اولا في افتراض ان الاخوان مش موجودين مع النظام القديم، مع ان الاخوان ادوا اكبر خدمه للطبقه الحاكمه المصريه في تاريخها، ما حدش عمره عمل كده. انقذوا الطبقه الحاكمه المصريه، انقذوا الجيش المصري. انتوا متخيلين احنا بنتكلم على اللي حصل في الكاتدرائيه امبارح او اول امبارح. مين اول حد ابتدى يقتل بعد الثوره؟ المسيحيين، الجيش في مسبيرو. مين حرض علنا في التلفزيون ضد المسيحيين؟ الجيش. مش فاكر اللي هو مين اللي طلع قال انزلوا احموا جنودنا، احموا الجيش بتاعنا يا مسلمين. طبعا ادوا كمان هديه ضخمه جدا للاخوان للجيش، انه ما فيش حد حاكم على الاطلاق. لا تنطوي الحاكم على فتره حكمه، ولا سامي عنان، ولا حد من دول جه ناحيته. عشان كده احنا في منتصف الطريق في الثوره. الشعب زي ما الزملاء قالوا، الطبقه العامله، الطلبه، الشباب، وعيه اصبح ثوري وعنده استعداد للحركه، ومش مستعد انه ينحني او قدام حد من جديد. الاخوان شعبيتهم بتنهار يوم بعد يوم، بعد ما بنكتشف قد ايه هم معادين للثوره، بس في نفس الوقت النظام القديم موجود وبيخطط وبيشتغل. عشان كده محتاجين يعني كلام الزملاء عشان نوصل للنهايه دي، محتاجين تنظيم. عشان تواجه عدو منظم محتاج تبني تنظيم. ما تقدرش تواجه عدو منظم من غير تنظيم. بمعنى ايه؟ لو احنا عايزين اضراب عام لعمال النقل في مصر، لازم حد يقعد ينظم ويربط ما بين عمال السكه الحديد وعمال المترو وعمال المطارات وعمال المواني. و افرض عايزين نحتل جامعه القاهره، ماشي؟ افرض الطلبه وصل فيهم الحال مثلا قرروا انهم هيعملوا مصاريف 10,000 جنيه في السنه على الدراسه، والطلبه عايزين يحتلوا الجامعه بتاعتهم عشان تبقى بتاعتهم بجد. مش ممكن تعمل ده من غير تنظيم، مش ممكن تعمل ده من غير تحضير مسبق، لان عدوك منظم. منظم في جيش، منظم في شرطه، منظم في مخابرات، وقادر انه يحمي طبقته. احنا كمان على الناحيه الثانيه لازم نبقى منظمين، طبقتنا الطبقه العامله لازم تبقى منظمه، لازم تبقى منظمه على المستوى القومي، وده محتاج شغل. وعشان كده ده هدف كل الاشتراكيين، هدف الاشتراكيين السوريين، مش بس الاشتراكيين السوريين، التنظيم الاشتراكيين يعني حركه الاشتراكيين السوريين، كل الاشتراكيين السوريين في مصر هدفهم الاساسي هو بناء تنظيم قادر على الربط ما بين القطاعات المختلفه من الطبقه العامله، قادر على كمان بس دعايه زي ما زميلك اللي بتتكلم ضد كل الافكار الرجعيه اللي بتقسم الطبقه العامله. انت لو عندك اضراب في مصنع، الناس اللي مقتنعه بالكلام ده، اللي مقتنعه بان ده الطريق، اللي مقتنعه بانه احنا محتاجين ثوره مصريه ثانيه، ان احنا متجهين لثوره مصريه ثانيه، هتعمل اللي الاخوان خانوا الثوره فيه، هتعمل اللي كان المفروض يحصل، هتشيل دوله مبارك نفسها وهتبتدي تبني في دوله ديمقراطيه حقيقيه اشتراكيه بتخدم مصالح الجماهير وبتمثلهم بشكل مباشر. ده مشروع الاشتراكيين الثوريين. وعشان نقدر نحقق المشروع ده لازم كل الاشتراكيين الثوريين لازم نتوسع كتنظيم، لازم نتوسع كحركه، لازم نبقى موجودين في كل المدن، في كل الجامعات، في كل المصانع، في كل مواقع العمل، عشان الهجمه اللي جايه للثوره المصريه تنجح. يمكن الفرق ما بين المرحلة الأولى من الثورة واللي أنا بتكلم عنه المرحلة اللي جاية من الثورة هي فرق في موضوع التنظيم. إن المرحلة الأولى بتحصل وكأنها عفوية، انفجار
مباشر، ما كانش حد متوقع ثورة 25 يناير على الإطلاق. كلنا نزلنا المظاهرات يومها وعادي، فاكرين 200 واحد 500 واحد 600 واحد ونروح عادي. فجأة لقينا أمة لا إله إلا الله نازلة الشارع بعشرات الآلاف وبغضب جارف. لا شرطة قدرت تقف قدامهم، ولا جيش قدر يقف قدامهم، ولا حد كان يقدر يقف قدامهم. السبب إنه الجيش ما ضربش في الشعب في الأيام دي، رفض إنه مش لأنه طنطاوي راجل ثوري وطول عمره كان كاره مبارك، كان مستني فرصة يعني. السبب إنه لو كانوا حاولوا يعملوا ده كانوا العساكر رفضوا أوامر الضباط. لو كانوا حاولوا يضربوا بالجيش كان العساكر وده اللي احنا بنتكلم عنه كمشروع. وبالتالي انا بدعو الزملاء اللي مش في الاشتراكيين الثوريين، اللي مش في حركه الاشتراكيين الثوريين، انضموا لينا. تعالوا اشتغلوا معانا عشان نحقق المرحله الثانيه من الثوره المصريه، عشان نهدم دوله مبارك، عشان يتحاسب المجرمين على دم الشهداء اللي ما حدش فيهم اتحاسب على الاطلاق، عشان نعمل محاكم ثوريه حقيقيه، مش المهزله اللي احنا شفناها مع قتله الشهداء. فانا بدعوكم كلكم اللي مش منضم للحركه انه ينضم للحركه ويشتغل معانا عشان نحقق الثوره المصريه الثانيه. شكرا.